طبعا احنا بنفضل كله يبقى نون انفيزف، لان الانفيزف مونيتورز اللي هي هتبقى فيها مور كومبليكيشن. انفيزف زي ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال بلاد بريشر نون انفيزف، تحط الكف ونقيس كونتينوس مونيتورنج للبلاد بريشر. انفيزف انا بخش عند الارت موست، يعني انا اكثر ارت اللي بنستعمله فيه الانفيزف بلاد بريشر مونيتورنج اللي هو الانديال ارت، بنركب كاسيتر ونبتدي كونتينوس ميجرنج للبلاد بريشر. الكلام مفهوم ولا صعب؟ فالانفيزف بلاد بريشر ده دايركت ميجرمنت اوف ذا ارتيريال، نحط ارتيريال كانيولا وكونتينوس ميجرنج للبلاد بريشر. يوجوالي الراديال ارتري كونكتد تو دي بتبقى فيها سيستم، بيبقى فيه فلويد، فلويد ده عليه هيبرين في حواليكوا صورتها دلوقتي. البلاد بريشر من خلال الكانيولا بيوصل ترانسديوسر، والترانسديوسر بيحول الميكانيكال بريشر الى سيجنالز ترسمني على المونيتور. طبعا الانفيسيف بيبقى مور اكيوريت ميجرمنت يوزد فور ميجر اوبريشن هيمودايناميكالي ان ستيبل بيشنت انديوسد كنترول. في بعض العمليات بتبقى ايه؟ في انديوسد كنترول، في عندنا انديوسد كنترول هايبوتنشن. بعض العمليات بيبقى في جراح محتاج ان يبقى فيه هايبوتنشن، لان ما بقى فيها بلاد فيسلز مش قادر يعمل كومبريشن للبلاد فيسلز، مش قادر يكنترول البليد. زي مثلا عندنا في الاي ان تي بيبقى في زي النيزل سيبتم او التمبانو بلاست. التمبانو بلاست ما فيش بس اللي يقدر يكنترول البليد، فبيطلب مننا نعمل هاي بوتنشال. فهنا بندوس هاي بوتنشال انستيزيا بدراجز. طبعا احنا كل الشغل بتاعنا في الانستيزيا بنستعمل فيها دراجز، من كنترول البيشنت من خلال الدراجز. وطبعا الدراجز دي احنا بنخش بنسيطر عليها على العيان من خلال حاجتين، تو ويز، اللي هو عن طريق الكانيولا وعن طريق انهيليشنال انستيتكس. ففي حاله الكنترول هاي بوتنشال انستيزيا يفضل ان انا استعمل انفيزيف ارتيريال بلاد بريشر مونيتورنج، لان دي بتبقى كونتينوس ميجر بلاد بريشر. يعني النون انفيسيف ممكن يتعمل كل مثلا دقيقتين ثلاث دقائق، لكن ده كونتينوس رسم لي الويفز اوف ذا ارتيريال ويف، يديني البلاد بريشر على طول، كونتينوس ميجرنج بلاد بريشر. ممكن برضه في الانفيسيف ارتيريال بلاد بريشر لو احنا هنعمل كل بلاد جاسز، بدل ما كل شويه اعمل بلاد جاسز عن طريق الارتري و ناحيه الارتري، لما انا عندي بركب كانيولا في الارتري لغايه في الايدي الارتري واخد سامبل واقدر اعمل بلاد جاسس، كونتينوس ميجرمنت بلاد جاسس. لكن في كومبليكيشنز للانفيست بلاد بريشر مونيتورنج، اللي هو لان انا بركب كانيولا جوه الارتري ممكن يحصل فازو سباز، ممكن يحصل ثرومبوزس، ممكن يحصل بليدنج، ممكن يحصل انفكشن، ممكن ار انتشنال حد يغلط يروح حاقن دراج غلط جوه الايه الكانيولا اللي راكبه في الارتيريا، لان في كانيولتين شبه بعض، واحده محطوطه في البينا سلايد واحده محطوطه ارتيريا. الارتيريا دي كونتينوس ميجر بلاد بريشر، فالان انتشنال حد راح انجكت دراج في الكانيولا اللي في الارتيريا لاين، ممكن يحصل فازو سبازم وتعمل اسكيميا للابر. ادي ده النار انفيسيف بلاد بريشر، وده الانفيسيف بلاد بريشر مونيتورنج. هنا ادي الكانيولا داخله في الراديال ارتري، وده ترانسديوسر، وهنا بيبقى فيه سلاين محطوط عليه هيبارين، يعني بعمل فلاشنج للارتيريال لاين. لو جه فيه ثرومبوزس يبقى خلاص مش هنقدر نقيس بلاد بريشر، هتلاقي الميجرنج وقف. ويرسم لي هنا ويفز اللي هي الارتيريا ويف. ادي هنا السيت اللي احنا بنستعملها، ادي عندنا الكانيولا وادي ترانسديوسر، وده بيخش في الجهاز المونيتور، وده لاين اللي هو محطوط فيه البرين سلاين.
طول ما انا حاطط الكانيولا دي جوه الارتري ترانسديوسر عمال يقيس الارتري عشان في كونتينيوس ميجرمنت كونتينيو ويفز. تاني مونيتور البلاد بريشر في عندنا الاي سي جي. طبعا احنا مش بنعمل الاي سي جي التقليدي اللي هو 12 بيت. احنا بنعمل عايزين نقيس بس الليمب ليدز والحط يعني اهم حاجه عندنا ليد 2 و دي 5. هنا كونتينوس لان انا في الانترا اوبريتور انا عايز ادور على اسكيميا ادور على اريزميا براديكارديا تاكيكارديا لكن مش بالظبط ان انا هقدر اشخص منه اللي هو ال 12 بيتس بتوع الاي سي جي اي. فهنا اي سي جي كونتينوس ديسبلاي ايفالويت الهارت ريت الريزم مايكارديال اسكيميا لو في الكترولايت ابنورمالتيز زي الكاليميا لو العيان مركب بيس ميكر هيبان عندي في اللي هي الاي سي جي اللي عايز اللي هو العقل. لكن الاي سي جي مش هيديني بقى مايكارديال فانكشن ولا اللي هي فانكشن ليفت فنتركل عالي او بتاع والحاجات اللي هي بتاعت الاي سي جي العادي ولا الكارديك اوتبوت. في سبيسيفيك مونيتورز للموضوع في بعض العمليات زي ترانس اسفيجينيك او ترانس راسيك ممكن يديني ليفت فنتريكولر ايجكشن فراكشن يديني الفانكشنز اوف الكارديك تشامبرز. هارت ريزم اسوشيتد وذ كارديك ريست طبعا دي مهمه لان احنا لو حصل طبعا نبقى في ثريتند الريزم يعني بدا يخش العيال فنتريكولار تاكي كارد نبتدي نعمل مانجمنت ليه مش هنستنى لحد ما نخش في كارد الريزم. في عندنا شوكا بوريتم خدتوا كارد بالمونر ريسسيتيشن خدتوا يعني المهم ان احنا عندنا في كارد الريزم في عندنا تو ريزم في شوكا بوريتم ونان شوكا بوريتم. شوكا بوريتم اللي هي فنتريكولار تاكي كارد او فنتريكولار فايبر ليه بالذات يبقى عندنا فراش ممكن نتدخل على طول سواء بدراكس فارماكولوجيك الفور ادمنستريشن تستوب او تريكولار فايبريشن او نخش شوك. ففي عندنا شوكا بالريزم في الفنتريكولار فايبريشن او بالسز فنتريكولار تاكيك كارديا او نان شوكا بالريزم اللي هو الاسيس تول والبالسز الكتريكال اكتيف. الventricular fibrillation is the commonest cause of reversible cardiac arrest in adults. طبعا ممكن يحصل ventricular tachycardia او ventricular نتيجه ايه؟ فيل لو حصل فيل او hypotension في اي changes حصل في الهيموداينامك او الهيموداينامك دي ممكن تروح مدخلاني في latent arrest اللي هي ventricular fibrillation ممكن توصلني لحد الventricular fibrillation او ممكن نتيجه البروسيدور او الاوبريشن سيفير هامورج ممكن العيان يخش في مشاكل. فلذلك احنا بنبقى في كونتينوس مونيتورنج للبلاد بريشر لو في هايبوتنشن ببتدي امانج الهايبوتنشن مش هوصل انا العيان لحد ما يخش لي بلاد بريشر. كلام مفهوم ولا صعب؟ صعب صح؟ ده الاي سي جي اللي اهميته بالنسبه لنا في انترا اوبراتيف اي سي جي دايجنوزس اوف اريزميا والمانجمنت اوف اريزميا انترا اوبراتيف سواء زي ما قلنا شوكابل ريزم او نان شوكابل ريزم. لما يبقى اسيستول او بالسس الكتريكال اكتيفيتي احنا بنديله ادرينالين. ده الاي سي جي العادي اللي هو تشيست ليدز لكن احنا بالنسبه لنا احنا بنحط ليدز قليله ثلاثه او خمسه بالكتير. واحد هنا رايت وليفت وفي عند الايدكس اوف ذا هارت. في عندنا فنتيليشن مونيتورنج يبقى ده كان الايه؟ الكارديو فاسكولار مونيتورنج.
اهم حاجه كان عندنا البلاد بريشر وعندنا الاي سي جي. طبعا زي ما احنا قلنا الكلينيكال سينس اهم من الكرايسيس. يعني انا لو حطيت ايدي وحسيت ان في اريزمي ريجولار بالس اهم من الكرايسيس، لان الكرايسيس دي ممكن تبقى فيها ارتفاكتس. لو الجراح شغال بالدايستيرمي هتلاقي في ارتفاكتس في الاي سي جي، ممكن الاقي ان الاي سي جي وقع شغال كويس. فانا عندي الكلينيكال سينس مهم جدا اهم من الكرايسيس. لو انا لقيت بلاد بريشر قياس بلاد بريشر وحطيت ايدي على البالس ما لقيتش بالس، لا يعني اصدق ايدي اكتر من الديفايس. سامعين ولا لا؟ كده سامعين؟ يعني كل اللي فات ده ما حدش سمع؟ هنبتدي من الاول يعني؟ هلخص بسرعة الكلام اللي أنا قلته قبل كده، إن إحنا عندنا الستاندرد مونيتورز، في عندنا المونيتور ستاندرد مونيتورز وسبيسيفيك مونيتورز. اللي إحنا هنتكلم عليه الستاندرد مونيتورز اللي هي المهمة في جميع الأوبريشنز، سواء كانت ماينور أوبريشن أو ميجور أوبريشنز. المونيتورز كلينيكال سينس مهم، لان في عندنا الستاندرد مونيتورز لازم يبقى معاها كلينيكال سينس، ان انت تحط ايدك على البالس، ان انت تشوف الريسبيراتوري ريت بتاع البيشنت، ان انت تشوف الكلر اوف ذا ماوس. لو انت لقيت فيه سيانوزس، وبعد كده هنتكلم على الريسبيريشن والبالس اوكسيمتر اكيد كلنا اشتريناه في الكورونا، هتلاقي ان لو اداني الساتوريشن كويس وانا شايف العيان سيانوز انا اصدق عينيا ان العيان ده سيانوز. العيان ده الريسبيراتوري ريت لقيت مفيش ريسبيريشن وهو قاريني ان في ريسبيراتوري ريت، لا اصدق الكلينيكال سينس بتاعي. لو انا حطيت ايدي على البلس ولقيت في الريجولار بلس اصدق ايديا اكتر ما اصدق المونيتورز، لكن المونيتورز دي كونتينوس ميجرنج اوف ذا فايتال ساينز سواء كارديو فاسكولار او ريسبيراتوري. اتكلمنا على البلاد بريشر، في عندنا نون انفيسيف بلاد بريشر وفي انفيسيف بلاد بريشر. انا افضل النون انفيسيف بلاد بريشر عن الانفيسيف، لكن في بعض الحالات انا محتاج فيها الانفيسيف بلاد بريشر. الانفيسيف بلاد بريشر انا بركب كانيولا في الراديال ارتري وكونتينوس ميجرنج اوف ذا بلاد بريشر. ايه الحالات؟ بعض الحالات اللي انا بستعمل فيها الانفيسيف بلاد بريشر لما تكون ميجر اوبريشن وفي انديوسد هايبوتنشن. في بعض العمليات الجراحين بيطلبوا فيها هاي بوتنشال كنترول هاي بوتنشال، زي في حالات الامبانوبلاست انف واذن، او لو في هيمو دايناميك تشينج العين شوكت العيان في بلاد بريشر تشينجز انترا اوبراتيف بلاد بريشر تشينجز. العيان ده في عنده اسكيميك هارت مأثرة على الكاردياك فانكشن، يبقى انا متوقع ممكن يحصل هيمو دايناميك تشينجز، يحصل هايبوتنشن، ممكن يحصل كارديك اريست. يبقى انا في هذه الحاله لو العين في خطوره يعني اروح مركب ارتيريال انفيسيف ارتيريال بلاد بريشر مونيتور. انفيسيف ارتيريال بلاد بريشر مونيتورنج ممكن يبقى معاها في كومبليكيشنز زي فازو سبازم زي ترومبوزس. لو انا في العمليه يبقى في مثلا متوقع يبقى في بلاد جاس ريبيتد بلاد جاس ميجرمنت، يبقى انا افضل ان انا اركب انفيسيف ارتيريال بلاد بريشر. كله سامع؟ الاخير سامع؟ المواضيع سهله خالص ما فيهاش اي صعوبه، ولو ما حدش فاهم اي حاجه يجيبنا في العمليات من عينينا الاثنين مفيش مشكله خالص. الكلام ده جنرال عام، المفروض حتى لو مش هتتخصص انستيزيا، انا عارف ان 1% بس اللي بيتخصص انستيزيا بيندم بعد كده، لكن هي الفكره ان انت اي تخصص حتى لازم تبقى عارف الحاجات دي، لان دي سواء بطنه سواء قلب سواء اي تخصص هتشتغل في الانتنسيف كير في الاستقبال بيستعمل مونيتورز، فلازم تبقى عارف ايه المونيتورز دي بتعمل. الفلويد ثيرابي اللي احنا بنعملها بعد كده اي تخصص تخصصه هتستعمل الفلويد اللي احنا هنتكلم عليه.
الفنتيليشن كونتينوس اوبزرفيشن اوف ذا بيشنت كولر والتشست موفمنت والريسبيراتوري باترن والموفمنت اوف ذا ريزرفوار باك اند اوسكلتيشن اوف ذا لانج اند بريست ساوندز. هنا في الريسبيريشن برضو انا بستعمل كلينيكال سنس ان انا بشوف الكولر اوف ذا بيشنت كولر اوف ذا ليبس بشوف التشست موفمنت لان احيانا يعني حتى لو انا هتعرفوا بعد كده ان انا بحط العيان على ميكانيكال فنتليشن برضه الحته الاولانيه ما سمعتوهاش. احنا في الجنرال انستيزيا الانستيزيا بتمر بمراحل في بري اوبراتيف اسسمنت وانتر اوبراتيف وبوست اوبراتيف. انتر اوبراتيف زي الطياره في انتراكشن في مينتننس في ريكفري كل المراحل دي احنا بنكنترول البيشنت بالدراجز. الدراجز بنسيطر بيها على العيان عن طريق انترافينوس او انهاليشن. والدراجز عندنا في 3 جروب اوف دراجز اللي هي الهيبنوتكس الانالجيزكس ماسل ريلاكسنت. وكل الدراجز دي بتبقى بير كي جي دوزز. لو زادت الدوزز دي على المطلوب ممكن يحصل هايبوتنشن او تحصل اريزمي او تحصل مشاكل. احنا بنستعمل هيبنوتيك دراجز بنستعمل انالجيزك دراجز زي السافين ناركوتيك انالجيزك زي المورفين والمورفين ديريفاتيفز. دي حاجه بنحطها في الفارماكولوجي. والهيبنوتيك دراجز زي الباربيتوريتس اللي هو الثايوبنتال اخدتوها في الفارماكولوجي. بنستعمل بنزو دايازبينز دايازبان ماسل ريلاكسر. وعندنا بنقسمهم الى ديبولارايزنج ونون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسر. فاذا العيان بيبقى نايم واندر انالجيزيا ومصر ريلاكس يعني بارالايزد. واثناء هذه العمليه بيبقى العيان اندر مونيتورز اللي احنا بنتكلم عليها المحاضره دي. بيبقى انا بدي له فنتليشن يعني في جهاز تخدير انا ببقى حاطط العيان على ميكانيكال فنتليشن. فاللي هي الفنتليشن مونيتورنج كلينيكال سنس انا بستريس على الكلينيكال سنس انا شايف chest بينفليت وديفليت انفليت وديفليت الريسبيريشن شغال. ببص على المونيتورز ديفايسز اللي انا حاططها بشوف البالس اوكسيمتر بشوف الكابنوجرافي بشوف الريسبيراتوري بشوف طبعا حاجات كتيره ثانيه في الفنتليتور مش عارف. البالس اوكسيمتر وده مهم ديفايس جدا مهم لان احنا كلنا اشتريناه في بيوت اثناء الكورونا عشان الهايبوكسيا والكلام ده. ففي ديفايس يوزد فور كونتينوس نون انفيسيف مونيتورنج اوف ذا ارتيريال اوكسجين ساتوريشن اند هارت ريت. النورمال رينج من 100 الى 97%. طبعا احنا العيان بتاعنا بيبقى على اكسجين انترا اوبراتيف بيبقى اكسجينيتد توتال اكسجين. ممكن برضه نشوف الهواء الجوي لان واحنا بنطلعه في ريكفري احنا بنشيل الاكسجين عشان نشوفه هيقدر يتنفس على اكسجين ولا لا. يبقى من غير اكسجين يعني لو زود اكسجين لازم يبقى الساتوريشن بتاعه 97. لو اقل من كده بنحطه في الريكفري على اكسجين لحد ما نتاكد ان الريسبيريشن شغال كويس. فالبالس اوكسيمتر بيديتكت ايه الاكسجين ساتوريشن والهارت ريت بيستخدمنا ويفز. فبالتالي هو بيديتكت الهايبوكسيميا before cyanosis. يعني البالس اوكسيمتر ده جهاز مهم جدا وصغير نون انفيسيف مفيش كوميونيكيشنز حاجه بسيطه جدا. وبالتالي نقدر نديتكت ان ايه في هايبوكسيميا نحطه على اكسجين. في عندنا كابنوجرافي. ايه الكابنوجرافي ده؟ ديفايس يوز فور كونتينوس نون انفيسيف مونيتورنج ان ذا تايدال كربون دايوكسيد. في الاكسبيريشن في عندنا كربون دايوكسيد بيطلع لنا على هيئه ويفز. يبقى انا عندي بالس اوكسيمتر بيأسس اكسجين ساتوريشن. كابنوجرافي بيأسس كربون دايوكسيد في الاكسبيريشن بيرسمه لي على هيئه ويفز. ده البالس اوكسيمتر طبعا كتيرة. بالس اوكسيمتر بحطه هنا بيدينا الهارت ريت وبيدينا الاكسجين ساتوريشن وبيرسم لنا ويفز كده. لو لقينا في هايبوكسيا يبقى ايه نتمانج نشوف البوزس اوف هايبوكسيا. ممكن يحصل ديسكونكشن. انا نسيت ذا ماشين.
لو لقينا الهارت ريت بدا يبقى نمانج نشوف ايه حكايه الهارت ريت ونشوفها في الاي سي جي ونتاكد ان في برادكارديا ونبتدي مانج البرادكارديا سواء ندي اتروبين او نشوف ايه الكوزز اوف برادكارديا انتر اوبرتيف. ادي عندنا البالس اوكسيمتر في هنا ارتري وادي فين وهنا بالس اوكسيمتر بيبقى محطوط كده في الصباع بيطلع ريد لايت والانفرا ريد لايت وبيعدي جوه الصباع وهنا لايت ايميتنج ديود وهنا ريسيف. في بيبقى جواه كمبيوتر صغير بيقدر يحسب كميه الاكسجين ساتوريشن. الكابنوجرافي بيأسس الادكوسي اوف فنتليشن لان طبعا لو في هايبر كابني يبقى في كربون دايكسايد زياده، في هايبو كابني يبقى في لازم ادجاست الفنتليتور. الفنتليتور عندنا بنظبط البارامترز بتاعته في تايدال فوليوم، في ريسبيراتوري ريت، في اي اي ريشيو اللي هي ريسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو 1:2 او ممكن ازود على حسب الديزيزز اللي عندي. فمثلا لو في هايبر كابنيا طبعا احنا بنشوف ايه الكوزس اوف هايبر كابنيا، نبتدي نزود احنا الريسبيراتوري ريت عشان نوش اوت كربون دايوكسيد. لو لقينا في هايبو كابني يعني احنا مزودين اول ريسبيراتوري ريت، نبتدي نقلل الريسبيراتوري ريت، نقلل التايدال فوليوم، نقلل المينت فنتليشن عشان نعلى بالايه اكسبيراتوري كربون دايوكسيد. الكلام مفهوم ولا صعب؟ انا حاسس ان انتم مذهولين معرفش ليه. لو حصل ديسكونكشن مهم جدا الكابنوجرافي، لو حصل ديسكونكشن الجراح ولا اي حد بيحاول يتحرك في الاوضه حصل ديسكونكشن للسيركتس اللي واصله من جهاز التخدير. احنا عندنا في جهاز تخدير هتشوفوه بعد كده في السلايدز، بعد كده في جهاز تخدير بيبقى طالع منه سيركت، والسيركت دي في انبوبه اندوتراكيال تيوب، الاندوتراكيال تيوب بندخلها في التراكيه، هي دي اللي بتقولوها في الجرايد الانبوبه الحنجريه. والديفكالت انتيوبيشن فيلم كبير قوي عندنا بالنسبه للتيوب دي استعملها في الاي سي يو او في الانستيت. لو حصل ديسكونكشن او كينكينج لهذه التيوب، يعني التيوب دي من خلالها بيوصل الاكسجين للعيان، بيوصل الانستيزيا انهاليشنال انستيك. انا قلت لكم ان الانستيزيا في عندنا انترافينس انستيكس وفي انهاليشنال انستيكس. انهاليشنال انستيكس بتمر من جهاز التخدير، يعني هو في بيبقى اكسجين جوه اوضه العمليات، في بايبس اوف اكسجين داخله جوه جهاز التخدير، ومن جهاز التخدير بتعدي على الفولاتايل انستيكس ومنها الى السيركتس ومنها الى الاندوتراكيه تيوب وبعدين الى التراكيه، ومن التراكيه الى اللانجز، ومن اللانجز ده سكه الايه؟ الاكسجين او الانهاليشنال انستيكس، ومن الالفيولاي الى البلاد فيسل بلاد الى البرين. انا في الاخر التارجت اورجان عندي هو البرين، لان انا الفولاتايل انستيكس دي هيبنوتكس توصل للبرين تعمل له ديبريشن. فلو حصل كينج او ديسكونكشن لاي وصله من دول ممكن يدخل العين في هايبوكسي. مين اللي هيديتكت الكلام ده؟ قبل البالس اوكسيمتر، لان البالس اوكسيمتر هيقول لي حصل هايبوكسي. مين اللي ديتكت قبل البالس اوكسيمتر؟ الكابنوجرافي. الكابنوجرافي ده بيقيس الكربون دايكسايد اللي خارج. يعني ممكن تحصل هايبوكسي تبتدي تقيس الميجر بعد ثلاث دقائق مثلا بالس اوكسيمتر. قبليه على طول اول ما يحصل ديسكونكشن او كينكينج للسيركوت او للتيوب تلاقي الكابنوجرافي ما بقاش في كابنوجرافي. ففي عندنا كوزز اوف لوس اوف انتيدايدال كربون دايكسايد اندوتراكيال تيوب اسوفجيال انتيوبيشن. في عندنا مشكله كبيره جدا في الانستيزيا وهي الديفيكالت انتيوبيشن. احنا زي ما قلت لكم احنا بنحاول الكلام ده هيوضح اكتر في المحاضرات اللي بعد كده، لان احنا عندنا في محاضره اير واي مانجمنت ودي برضه مهمه جدا مش لازم عشان التخدير، اي حد لازم يعرف يمانجر اوف ذا ابر اير واي. فبالنسبه لنا احنا في التخدير الاندوتراكيال تيوب او الانبوبه الحنجريه واحنا بندخلها في التراكيه من الماوس او من النوز بندخلها جوه التراكيه. احيانا بتبقى دافئه مش عارفين ندخلها ليه؟ في كوزز كتيره.
ممكن يبقى في obese patient في ماوس opening في temporomandibular joint problem مش قادر يفتح بقه هتدخل التيوب ازاي؟ بقى في difficult endotracheal intubation فانا بكونفيرم ان endotracheal tube وصلت لجوه التراكية بقت في البروبر بوزيشن عن طريق الكابنوغرافي اول ما بتخش التراكية الاندوتراكية تيوب جوه التراكية يبتدي يرسم الكابنوغرافي انترا اوبراتيف لو حصل ديسكونكشن الكابنوغرافي ده هيروح مش هتلاقي الويفز بتاعت الكابنوغرافي فلو حصل التيوب انا بدخلها جوه التراكية وما دخلتش جوه التراكية هتروح فين؟ فيلوسوفيكس يبقى مش هيرسم لي الايه؟ الكابنوغرافي حصل اوبستراكشن سكريشن عيان بقى يشرب سجاير في كميه سكريشن ريسكت ريسكت بروكيال سكريشن وبتعمل اوبستراكشن للاندوتراكيال قبل ما يحصل لي هايبوكسيا طبعا في حاجات كتير هتحصل ثانيه في الفنتليتو الواي بريشر هيعلى و لكن قبلها هتبص تلاقي كابنوغرافي الويفز اتغيرت شكلها تيوب احيانا بيبقى في عمليات بتاعت الماكسيلو فيشل اوبريشنز او الاي ان تي شغالين في التونسز ابسط حاجه التونسز انتوا خدتوا اي ان تي مش كده؟ الجراحين بتوع التونسز احنا كانستيزيا وظيفتنا ان احنا نحافظ على حياه العيان من الجراح الجراح هو شغال ممكن يحصل ان انتشنلي تطلع تيوب من الاي اللي هو شغال في التونسز بقى الماوس شغال في التونس احيانا تيوب تروح بيحرك ايده يروح تيوب خارجه من الايه؟ الاندوتراكيال تيوب. بتبقى عندي على طول في الايه؟ في الايه؟ كابنوجراف مش هستنى لما يحصل هايبوكسيا والعين يبتدي يزرق او الكلام ده. على طول بنروح مرجعين تاني التيوب اندر تراكيال. فممكن ان انتشن يحصل اكستيوبيشن. اكويبمنت فيلير مال فانكشن في جهاز التغذيه بالمونري امبوليزم لو حصل بالمونري امبوليزم هتلاقي تشينج في الكابنوجرافي راح الكابنوجرافي ليه؟ لان هو الكابنوجرافي ده كربون دايوكسيد ده بيطلع منين؟ من السيركوليشن على الالفيولاي بيطلع على بره فلو حصل في البالمونري حصل بالمونري ماسف بالمونري امبوليزم السيركوليشن ما بقتش شغال وبالتالي الكابنوجرافي كمان بيساعدني في الاسسمنت اوف مانجمنت اوف كارديك ارست واحنا بنعمل كارديو مساج بنعمل سيركوليشن يبتدي يظهر الكابنوجرافي مفهوم الحته دي؟ يعني الكربون دايوكسيد ده بيطلع من السيركوليشن عن طريق الالفيولاي عن طريق اللنج عن طريق الاكسبيريشن فلو السيركوليشن فيها اي مشكله مش هيطلع لي الكابنوجرافي فدي ممكن يساعدني في الكاردياك ارست اسسمنت ان انا بعمل بروبر كاردياك مساج لو في بالمونري امبوليزم ما فيش سيركوليشن شغاله بيحصل صدم كاردياك ارست ممكن يحصل كمية الكربون دايوكسيد مش شغالة هتلاقي الكربون دايوكسيد بقى قليل. قبل الريست كل ده بيساعدني في الكابنوجرافي. ده كله كونتينيوس ميجرنج اوف انتيتايدال كربون دايوكسيد اللي هو النورمال رينج بتاعه من 35 ل 45. ادي الويفز اللي بتطلع لي اهي الجزء ده لحد هنا من اول هنا بيز لايك في ادي اللي هي اكسبيراتوري ابستروك والفيولور بلاتو لهنا بعد كده ده الانسبيريشن يعني كل الحته دي ده اكسبيريشن يعني ادي فيز 1 فيز 2 فيز 3 وبعد كده دي هنا الانسبيريشن انسبيريشن خلاص ما بقاش في كربون دايوكسيد طالع يعني ده هنا اكسبيريشن طالع في كربون دايوكسيد عمال يطلع هنا ده البيك بوينت بعد كده الانسبيريشن اللي هي الانسبيراتوري داون ستوب ادي مثلا الحاجات اللي احنا بنستعملها في الانتيتايبال كربون دايوكسيد ده النورمال كابنوجرافي تلاقي ويفز كده شغاله كده طول العمليه كربون دايوكسيد عمال يترسم لي كده وهنا في طبعا الابر ليفل بتاعي هنا في برونكوسبازم عيان بيشرب سجاير وازمته برونكايتس وفي او برونكيال ازمه تبص تلاقي الويفز بقت عامله كده اعرف على طول ان في هتلاقي اير واي بريشر وهتلاقي الويفز دي عامله كده يبقى انا لازم انترا اوبراتيف اعمل مانجمنت ادي برونكو دايليتورز او اشوف ايه الكوزس اوف برونكيال او اعمل سكشن للسكريشن في اللي جوه هي الناس هتفضل تيجي لحد امتى؟
طيب في عندنا الكربون دايوكسيد بيعلى، في هايبر كابنيا، زي في عندنا مشكله كبيره جدا دي ممكن تبقى سببها بسيط جدا ان في السيتنج اوف ذا فنتليتور عايز يتظبط، في هايبو فنتليشن، الريسبيراتوري ريت قليل، تايدال فوليوم مش متظبط كويس، فهتبص تلاقي في هايبو فنتليشن، يبقى في هايبر كابنيا، بص تلاقي الويف هنا عماله تعلى، يبقى انا بس ادجست ان انا ايه ارجع ليه ادجست تاني الريت والتايدال فوليوم. في مشكلة كبيرة عندنا اسمها مالجنانت هايبرثيرميا، بعض الدراجز بتعملها زي الساكسنايل كولين زي الفولاتايل انستكس، بص تلاقي دي بروسيس بتحصل ودي رير ودي فيتا ودي تر اوبراتيف، بص تلاقي الكربون دايوكسيد بدا يعلى، دي اول حاجة بنقدر نديتكت فيها، نلاقي الكربون دايوكسيد بدا يعلى وانت تايدر عالي ونلاقي تاكي كارديو اريزم. العكس بتاعها هايبر فنتليشن، يبقى برضه انيمز الستيتنج اوف ذا فنتليتور عايز يتظبط لان الريسبيراتوري ريت عالي او تايدر فوليوم عالي، اقدر اهدله ارجع تاني ري ادجست الحكايه دي. في عندنا بدا العين ياخد نفسه، العين بدا ياخد نفسه، احنا بنبقى العيان زي ما قلت لكم شغالين على دراجز هايبو هيبنوتيك دراجز ناركوتيك انالجيزكس ماسل ريلاكس والبيشنت ريلاكس، لو العين بدا ياخد نفسه تاني تروح عامله لي الويفز دي كده، بدا ياخد هنا ايه ريسبيراتوري ترايل، شايف الدبريشن ده ريسبيراتوري، يبقى هنا نديله ريفورسنج دوز تاني من ماسل ريلاكس، ده هنا الكارديك اريست. يعني هي دي اهم ده سبونتينيوس بريد خلاص. طيب يبقى احنا اتكلمنا على الكارديو فاسكولار مونيتورنج، اتكلمنا على الفنتلاتور مونيتورنج، بس اوكسيمتر والكابنوجرافي، في عندنا التمبريتشر، في مشكله كبيره جدا انترا اوبراتيف اللي هي الهايبوثيرميا والهايبرثيرميا، ان ده بتاثر على شغلنا في الانستيزيا. لو في هايبوثيرميا لو الكور تمبريتشر اقل من 35 سنتيجريد او هايبوثيرميا از ا كومن كوز اوف ديلي ريكفري، يعني هي المشكله ان الهايبوثيرميا ممكن العيان خلص العمليه احنا بنبقى في الشتاء ومولعين التكييف والدنيا ساقعه، يجي تصحي العيان يبقى في ديلي ريكفري نتيجه للهايبوثيرميا، تدفي العيان خاصه في الاولد ايج او في البيدياتر في الاطفال نيونيتس، ولذلك بنبقى حاطين محاليل دافيه لو العيان في هيموريج ميجر اوبريشن لونج اوبريشن ممكن العين يخش في هايبوثيرميا، فلذلك بنبقى مدفيين الاوضه وبندي محاليل دافيه علشان نحافظ على الكور تمبريتشر اوف ذا بيشنت. تمبريتشر ماست بي مونيتورد وين سيجنفكت تشينج ان تمبريتشر اتندنت سسبكتد. زي ما قلنا برضه حكايه المالجنت هايبوثيرميا هتبص تلاقي التمبريتشر عالي جدا، لو عين فيفرش نتيجه الانفكشن هتلاقي العين فيفرش. بنحط الديفايس الترمومتر بنحطه فين؟ تو ميجر بلاد بريشر كول تمبريتشر، ممكن نحطه في النيزوفاركس في الاسافيجس في الريكتم، بنحاول بريفنت الهايبوثيرميا بنكفر ذا بيشنت اول ما البيشنت بيخش عندنا اكسبوز بنغطيه بعد ما بنبلجه، بنورم البلانكت بنحط في مراتب تتحط تحت خاصه في النيونيت او لونج اوبريشن بنحط مرتبه وندفي الايه المرتبه تبقى ميه او هواء بحيث ان هي ندفي العيان. الفلويد لو في مثلا بيعمل اريجيشن للابدومينا كافيتي اذا مثلا في انفكشن او برفوريتد فيسس بتبقى وورم ووتر. طبعا نورمال سلاين يعني نورمال سلاين بنعمل موشن بننظف فيها الايه الابدومينال كافيتي. لو هندي بلاد بنبقى او بلاد برودكتس بتبقى ايه وورد. مفهوم لحد كده؟ سهل، ده الكلام سهل. نيورو ماسكولار مونيتورنج احنا قلنا ان الدراجز اللي احنا بنديها في ماسل ريلاكسنت، والماسل ريلاكسنت في على حسب الديوريشن ندي ريانفورسنج دوز، في ساكسنايل كولين
وفي نان تيبولارايزنج، وفي نان تيبولارايزنج ماس ريلاكسنج متقسمه الى على حسب الديوريشن بتاعك. فبنقدر نقيس الماسل باور انت عمرتك عشان ندي reinforcing dose او next dose، لان في بعض العمليات ما يصحش العين يبتدي ياخد معاها ترايل اوف ريسبيريشن. احيانا لو مثلا بنعمل نيورو سيرجي اوبريشن في برين تيومر، لو العين جح او بدا يرجع نفسه او بتاع بيزيد الانتراكرينال بريشر، ممكن تعمل سيفير بليدنج او تعمل مشكله. واحنا بنبقى فاتحين برضه بنستعمل ده عشان نقدر continuous measuring of the neuromuscular transmission. احنا بنستعمل الجهاز بنحط هنا على الأولنر نيرف، وهنا بتدي stimulus، وهنا ايه بيديتكت movement of the thumb بتدي stimulus. طبعا في كذا حاجه مود احنا بنستعمله عشان نقيس بيه neuromuscular transmission. اشهر مود اللي هو ترين اوف فور، ترين اوف فور بيدي ستيمولس وبيديني اربع تويتشز من الصمت، صمت يتحرك اربع مرات كده. لو في نيورو ماسكلر ترانسميشن بلوكر شغال ماسل ريلاكسر، هتلاقي الحركه بقت ويك او ما بقاش في حركه خالص. لكن اول ما يبتدي يبقى الحركه كويسه يبقى اذا محتاج رينفورس دوز اوف ذا ماسل ريلاكسر. ادي عندنا انستيزيا مونيتورز، هنا مثلا اي سي جي، ده البالس اوكسيمترز، ده هنا الريسبيراتوري ريت، وهنا لو بلاد بريشر بتتحط تحت. دي اول محاضره اللي هي المونيتورز. المحاضره الثانيه فلويد ثيرابي. سهله المونيتورز صح؟ الفلويد ثيرابي هي برضه فيه كلمتين قصاد هيلثي ادلت كان بالانس ديلي فلويد انبوت 2.5 لتر لو افترضنا ان الوزن بتاعه 70 كيلو جرام. Other change about 5% of total body water. The average change is down 15 before they are greater risk of dehydration. دايما الاطفال في ريسك اوف ديهايدريشن، بيبقى العيال الطفل صايم مده طويله وندخله العمليات وممكن يفقد شويه فرصه، بيبقى ممكن انه يخش ديهايدريشن بسهوله. ليه الطفل بيبقى عرضه للديهايدريشن؟ لان عنده هاي ميتابوليك ريت. الشايلد كيدز دونت كونزيرف ووتر، والجريتر بورشن اوف بودي از ميد اوف ووتر. الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم ديفيست، لو حصل ديهايدريشن هيبقى في دراي ماوس، ثيرست، سانكن ايز، ديكريز. طبعا دي اكتشفها امتى الحكايه دي؟ في البري اوبرتيف اسسمنت، ان انا اشوف لقيت العين ديهايدريتد عنده دايريا، يبقى انا ممكن الاقي في دراي ماوس، الاقي ثيرست، سانكن ايز، ديكريز سكين تيرجر، دراوزنس، اوليجوريا، اورثوستاتيك هايبوتنشن، تاكيكارديا، تاكيبنيا، كل دي كولد اكستريميتيز. لو سي في بي، دي لو انترا اوبرتيف مركب له سي في بي، هبص الاقي في لو سنترال فينس بريشر، هلاقي ممكن يبقى العيان دخل في ميتابوليك اسيدوس، ده لو كله فيه ايه؟ اكسترا سيلولار فوليوم. طب العكس، لو اكسترا سيلولار فلويد فوليوم اكسباندد ممكن ممكن دي تخش معايا كمان انترا اوبرتيف. لو انا ما حسبتش الفلويد كويس انترا اوبرتيف ممكن تعمل لي كومبليكيشنز، يبقى في اكسترا سيلولار فلويد فوليوم اكسباندد. انا حاسس الناس بتتكلم صح؟ يا جماعه اللي مش عايز يحضر مش عايز يسمع مفيش مشكله خالص، انا لا باخد غياب ولا تديني حاجه، اللي عايز يسمع زي ما دخلته كده الباب مفتوح. ممكن يبقى فيه بالمونة بهتيمة، ممكن يبقى فيه ديبندنت. في ايه يا جماعة الصوت عالي ليه؟ اللي مش انترست بالمحاضرة مفيش مشكلة خالص. في عندنا بالمونة بهتيمة، في ديبندنت هتيمة، في ثيرد هارت ساوند، في انكريز جاجلر فينس بريشر، هيماتوكريت ويل ديكريز او انكريز الاكسترا سيلولار ديفيسيت ريسبكتلي. طب انا عايز استيميت البلاد فوليوم بير ملي لتر بير كي جي بودي ويت. في عندنا نيونيت 90، التشايلد 80 بير كي جي، يعني اقدر هنا رافلي احسب كميه
البلاد فوليوم احسبها ازاي؟ ادرافي ان البلاد فوليوم 90 ملليلتر بير كي جي في النيونيت، التشايلد 80 ملليلتر بير كي جي، الادلت 70، الادلت فيميل 60. طب انا تهمني ايه ان انا احسب البلاد فوليوم؟ علشان لو حصل بلاد لوس انترا اوبراتيفلي هقدر احسب له كميه البلاد اللي انا هديها له. يبقى انا يهمني ان انا رافلي استيميت البلاد فوليوم قد ايه. الحسابات بتاعتنا كلها على ان البودي ويت 70 كيلو جرام. التوتال بودي ووتر 60% اوف ذا بودي ويت. انكريز الانترا سيلور، احنا عندنا التوتال بودي ووتر 60% من البودي ويت. يا جماعه الباب مفتوح، اللي عايز يتفضل معاه في سلام، الباب بتاعتنا. مفيش مشكله خالص. التوتال بودي ووتر 60% اوف ذا بودي ويت. ميه انت بتتقسم الى 40 و20. ال 40 انترا سيلولر، ال 20% اكسترا سيلولر، بتتقسم الى انترستيشن وانترا فاسكولر، يعني في الاخر الانترا فاسكولر اللي هو الربع. الانبوت بتاعنا 2500 ملليلتر بير داي والاوتبوت 2500 بير داي. في عندنا فلويد 1500 بيخش بيطلعوا يورين 1000، يعني دخل العيان 1500 بيطلعوا 1500. طبعا الكلام ده مهم جدا انترا اوبراتيف لو احنا بندي فيه لونج اوبريشن وبندي فلويد كتير، عايزين نحسب بنبقى مركبين يورينري كاستر عشان نشوف كميه الفلويد اللي دخلت وكميه الفلويد اللي خرجت. لو انا اديت فلويد ما فيش يورين اوتبوت يبقى في مشكله. الفوت 750 مللي، الميتابوليزم 250، يعني مجموعهم 1000، بيطلعوا فيسز 100 ملليلتر وانسنسبل لوس 900. يبقى اذا في هنا 1000 دخلوا خرجوا 1000 عن طريق الفيسز 100 والانسنسبل لوس 900. انسنسبل لوس اللي هو عن طريق السويتنج او الاكسبيريشن. دي نورمال فاليو استيميتد، يعني دي رافلي استيميتد اللي هي بلاد فوليوم ده استيميتد. انا لما بخش عندي عيان انترا اوبراتيف وفي بلاد لوس ببتدي احسب البلاد لوس بناء على الحزب ده. مش مهم اللي تحت ده، خلينا في ده وده، ده المهم وده المهم. ده اللي هي كميه البلاد فوليوم وده الفلويد اللي هو فور ذا بيشنت. كل اي عيان في 60% اوف ذا بودي ويت ميه، ودي التقسيمه بتاعتها ازاي بتتحسب. دي المفروض نحفظها ودي نحفظها، يعني دي تتحفظ ودي تتحفظ. حتى لو مش هتشتغل انستيزي اي حاجه، انت هتشتغل في اي تخصص جراحه، هتشتغل تخصص نساء، هتشتغل اي تخصص، الحاجات دي هتفيدك في معرفه البلاد فوليوم اوف ذا بيشنت، لان انت معرض للعيان يخش في اي مشكله. انترا اوبراتيف بقى بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده في حسبه البلاد فوليوم والبلاد فلويد والبودي فلويد، هنبتدي نشوف انترا اوبراتيف فلويد هنعوض العين ازاي. انترا اوبراتيف فلويد بتعتمد على معدل بيزل اورلي ريكوايرمنت. معلش هنركز في الحته دي لان هي دي صعبه شويه. انترا اوبراتيف فلويد بيزل اورلي ريكوايرمنت، يعني كل ساعه ليها ريكوايرمنت، وبري اوبراتيف فلويد ديفيسيت بلس اوبراتيف فلويد لوس. يعني انا عشان اعوض عيان لازم بعمل حسبه، نمسك ورقه وقلم واعمل الحسبه دي. بيزل اورلي ريكوايرمنت، بري اوبراتيف فلويد ديفيسيت، اوبراتيف فلويد لوس. هنعرف كل واحده من دول نحسبها ازاي. مجموع الحاجات دي بنحسب الفلويد اللي بنديه للعيان انترا اوبراتيف ونوع الفلويد. البري اوبراتيف فلويد ديفيسيت ده عباره عن البيزل اورلي ريكوايرمنت في الفاستنج اورز. يعني انا بحسب البيزل اورلي ريكوايرمنت. طب انا بحسب البيزل اورلي ريكوايرمنت ازاي؟ بقاعده 421. قاعده 421 هنقولها دلوقتي ايه قاعده 421. بس انا بحسب البري اوبراتيف فلويد ديفيسيت ده، انا بحسب البيزل ريكوايرمنت بالقاعده دي
وبضربها في الفاستنج اورز. والله معظم العينين بيبقوا صايمين 6-8 ساعات، يبقى انا بحسب البيزل اورلي ريكويرمنت وبضربها في 8، اضربها في 6 على حسب كميه الفاستنج اورز. في عندنا ديفيسيت فروم باثولوجيكال بروسيس زي فراكشر فيمر ميزك وستريت 1.5 لتر بلاد ان ذا سايد تيشو، في سيفير فوميتنج، دي حاجات بتحصل لص، في سيفير فوميتنج، دايريا، باول اوبستراكشن، بيرن، كل دي حاجات بتحصل ديفيسيت بري اوبراتيف بنحسبها. بري اوبراتيف فلويد لص، طب الاوبراتيف فلويد لص انتر اوبراتيف بيحصل ازاي؟ في عندنا حاجتين، يعني هنا في الاوبراتيف فلويد لص ممكن يبقى في بلاد لص، ممكن يبقى في سيرجيكال تروما. سيرجيكال تروما دي بتتحسب على حسب نوع الاوبريشن، هل هي ماينور اوبريشن، مودريت اوبريشن، ميجر اوبريشن. هعيد الكلام ده تاني بس انا هقوله كله وبعدين ارجع تاني ما تقلقوش عشان اعرف حتتي صح. طب في عندنا ثيرد سبيس لوس فروم ذا تيشو دي اللي هي سيرجيكال تروما، بيبقى في ثيرد سبيس لوس. سكندري تو سيرجيكال مانيبيوليشن واكسترا سيلولر فلويد سيكوستريشن انتو ذا تيشو كالكوليتد، دي ليها حسبه ثانيه 4-6-8 ملي لتر بير كي جي بير اور. ادي قاعده 4-1 رول، لو واحد وزنه 70 يبقى انا اول 10 كيلو بضربها في 4. انا كل ده عايز احسب فوليوم فلويد في الساعه، يبقى انا 4 ملل بير كي جي بير اور اول 10 كيلو بضربها في 4، ثاني 10 كيلو اللي هي من 11-20 بضربها في 2، بعد كده بضربها في 1. يعني مثلا لو واحد وزنه 70 كيلو يبقى اول 10 هتتضرب في 4، يبقى ادي معانا 40 ملل، تاني 10 هتتضرب في 2 يبقى كام؟ 2 × 10 = 20، يبقى كده 40 + 20 بقوا 60، باقي لي 50 هضربها في 1 يبقى 50 × 1 = 50، يبقى كده المجموع كام؟ الحسبة دي 40 + 20 + 50 يبقى 110، يبقى 110 ملي لتر بير اور. ال 110 دول اللي هم ايه؟ اللي احنا قلناهم اللي هم بيزل اورلي ريكوايرمنت، يبقى انا هحطهم هنا. عايز اعرف بري اوبرتيف فلويد ديفيسيت هضرب ال 110 في كام؟ في الفاستنج اورز، عدد الفاستنج اورز 8 ساعات، يبقى 8 × 110. هشوف بعد كده الاوبرتيف فلويد لوس ده ليه حسبتين، هل البلاد لوس قد ايه؟ اعرف انا البلاد لوس من بيبقى فيش السكشن بريتس، بقدر اشوف فيه الفلويد قد ايه، اشوف فيه السوكت، بيبقى فيه السوكت الفوط اللي هي بتحطوها بنشوف قد ايه فيها، يبقى بنقدر رفلي برضه نحسب كميه البلاد لوس قد ايه. وبعد كده بشوف سيرجيكال تروما. سيرجيكال تروما على حسب نوع الاوبريشن، هل هي ماينور اوبريشن زي مثلا لايكوما او مودريت اوبريشن، اهي انا عندي جدول ليها هنا اهي، ادي عندي سيرجيكال تروما في ماينو، في مودريت، في ميجور زي هيرنيا ريبير، في هيستريكتومي دي مودريت، في عندي باول ريسكشن. انا على حسب نوع الاوبريشن بحسب السيرجيكال تروما واقول دي 4 ملل بير كي جي بير اور، دي 6 ملل بير اور. طبعا كل دي بير كي جي، يعني كل رقم من دول بيضرب في البودي ويت. باول ريسكشن 8 ملل بير كي جي، يبقى انا بحط في الورقه والقلم بحسب البودي الديلي اللي هو اورلي اللي هو بيزل اورلي ريكويرمنت، وبحسب بري اوبرت ديفيسيت، وبحسب الاوبرتيف فلويد لوس من بلاد وسيرجيكال. كل دول يتحطوا جنب بعض في الاخر احسب الفلويد بالنسبه للعيان ده. الانترا اوبراتيف فلويد ريبليسمنت جايدد باي بلاد بريشر هارت ريت يورين اوتبوت، يعني
يعني انا لقيت اليورال اوتبوت العيان ما بيجيبش بول كويس قليل بقى محتاج فلويد اكتر. لقيت السي بي بي ركب سي بي بي للعيان يبقى انا لو ركبت سي بي بي اقدر اشوف برضو هل في السي بي بي قليل ولا لا. لو من شويه الناس بتيجي دلوقتي الناس بتخرج الناس دي تخدير ممل بس هو على فكره مفيش مستشفى تقدر تشتغل من غير تخدير. يعني مستشفى الشارع من غير كهرباء تشتغل من غير ناس من غير جلديه مفيش مستشفى تشتغل من غير تخدير. احنا التخدير بنشتغل حاجات كتير بنشتغل العمر بنشتغل ار اس يو بنشتغل كلين مانجمنت بنشتغل كل حاجه يوم ما يحدث الاطفال ينادينا حق التخدير عشان نعمل انتيوبيشن ده كان كانيون ده كان سي في بي. نرجع تاني نرجع المحاضرة انترا اوبرتيف فلويد ريبليسمنت جايدد باي ايه بلاد بريشر هارت ريت يورين اوتبوت سي بي بي. طبعا اهم حاجه السي بي بي لو لقينا سي بي 1 يبقى في حوالي 20 minutes of infusion, حوالي 1/3 remains in the intravascular space.
the four used as the first line for the receptor and given ثلاثة لو واحد ماشي شوية بس نفس الملاحظة. مشكلة الكريستالويد إنها ما بتقعدش في السيركوليشن بتطلع على طول على التيشيرز وبالتالي ما بتقدرش تحافظ لي على البلاد بريشر. لو أنا هنبليس البلاد لوس ببتدي الأول بالكريستالويد سوليوشن ولو بثبت 3 إلى 1 كمية فوليوم كبيرة 3 يعني 1 بلاد لوس هتوصل 3 ملي لتر نورمال سلاين 3 لاكتيتر لتر هو نوع الكريستالويد سوليوشن. التايبس اوف سوليوشن عندنا بنستعملها نورمال سلاين والرينجر واللاكتيتد رينجر. نورمال سلاين اللي هو بيبقى صوديوم كلورايد 1% اكسنسيف انفيوجن ميديت ده مشكله لو انا اديته كتير ممكن يعمل لي هايبر نتريه لان في صوديوم كتير ممكن يعمل هايبر كلوراميك اسيدوزس ممكن يعمل بالمونري كتير لان كميه فلويد كتيره تطلع تعمل بالمونري كتير. لاكتيت الرينجر ده نوع برضه من الكريستالويد هنعرف التركيبه بتاعته بعد شويه. Balanced salt solution with composition approximate extracellular fluid. The first shot احنا بنحبه اكتر لانه derived من ال extracellular fluid composition. The first choice replacement fluid. It is a gluconeogenic solution عشان في لاكتيت اللاكتيت ده في الليفر بيتحول الى جلوكوز. ممكن يعمل لي شويه جلوكوز. بيبقى فيه بوتاسيوم وبالتالي لو العيان لينا الفيلر والتسم بتاعه عالي ما يفضلش ان انا هدي لاكتيت الرينجر. عايزين البوتاسيوم. الدكستروز، الدكستروز احنا ما بنحبوش في الانترا اوبراتيف لان بيعمل هايبر جلايسيم فما بنديهوش غير كتريت. لما يبقى فيه هايبوجلايسيميك او عيان ماشي دايبيتك وماشي على الانسولين لو واخد هايبوجلايسيميك دراجز وبدا يخش احنا بنعمل جلوكو تيست انترا اوبراتيف لو لقينا بلاد جلوكوز قل يبقى بندي 5% اكستروز. ادي المحاليل تركيبتها في عندنا 5% اكستروز يبقى في جلوكوز عندنا صوديوم كلورايد بتركيزات مختلفه في اللي هو 0.9 وفي اللي غيره. ادي 0.9 صوديوم كلورايد بيبقى فيه صوديوم بيبقى فيه كلورايد ودي ايه اسكولاريتي احنا عندنا البلازما اسكولاريتي 290 ملي اسمول هنا ده قريب منهم شويه. في عندنا اللاكتيتد رينجر لاكتيت اهو سوليوشن بيبقى فيه صوديوم وفي كلورايد وفي بوتاسيوم وفي كالسيوم. كولويد سوليوشن في higher osmolarity than the plasma and increase the plasma volume by more than the volume diffused by attractive water bodies. خلوا الجنب مسكوك بقى يا جماعه. يقف بعد كده يسيب الجنب مسكوك. واللي يا جماعه اللي عايز يتفضل يتفضل معاه في السبب. عندنا الكولويد سوليوشن تبقى تاخد الاسمولات تسحب الفلويد من التيشوز انترا فاسكولار فبتحافظ لي وتقعد مده اطول في السيركوليشن. الكولويد جيتم 1:1 ريشيو فور فوليوم استيميتد بلاد فوليوم يعني فقدت 1 ملي لتر انا بحسب كميه البلاد نص قد كذا دي هو بالظبط كولويد عكس الكريستالويد كانت 3:1 لكن الكولويد 1:1 الكولويد المشهور عندنا 4-5% البومن فيها 25-25 البومن ودي طبعا التركيزات بتاعتها ودكستران في دكستران 40 وفي دكستران 70 وفي هيتا ستارش دي الحاجات المشهوره الموجوده في المستشفيات. طيب في عندنا هيموجيل في هيتا ستارش دكستران البومن الديس ادفانتج بتاعت الكولويد انها الرجيك ريأكشن مفيش اكسجين كارينج كاباسيتي عيبها انها بتنترفير وذ بلاد كروس ماتش يعني العيان فيه بلاد لوس كتير اعمل اسحب عين الدم
واعمل الكروس ماتشنج قبل ما ادي الكولايد، لان الكولايد بيخلي بتاع المعمل مش عارف يعمل كروس ماتشنج للكروس. دي له ايرور في الكروس ماتشنج. ماي كوز رينال بروبلمز. ادي جت المقارنه بين الكريستالويد سوليوشن والكولايد سوليوشن. دي الهاف لايف بتاعتها 30 60 مينت. دي زبرا الابرز على حسب نوع الكولايد. 3 تايمز الفوليوم نيدد فور ذا بلاي 3 ل 1 هنا 1 ل 1. اكسسيف كان يوكوز ذا بريفرال اند بالمونري ايديما لو اديت كتير يا اما ما تقعدش سكريشن ما تقعدش على طول. كان كوز بريستيت كارد زي الفيلير لان بتزود البلاد فوليوم، فطبعا الهارت مش قادر يبامب، يعني الهارت فيلير ايه؟ فيلير اوف ذا هارت تو بامب. فهنا لما تزود الانترافاسكولار فوليوم ممكن يدخل عين في هارت فيلير ويخش بالمونري ايديما. الملوكيولار الويت بتاعها سمول انف تو فيل كروس ذا كابيلر. هنا المولوكيول لارج فبتقعد اكتر في الكابيلرز. دي ان اكسبنسيف لكن دي طبعا اكسبنسيف اكتر. نون الرجيك لا دي مور الرجيك بتعمل انفلاكسس. دي في بعض الناس اللي هم الفيجيتيريان ممكن فيها بعض الاديان تقول لك لا ما تاكلش حاجات فيها بروتين وما تاكلش لحمه والكلام ده. فالكولايد فيها البومين فيها حاجات فيقول لك لا ما تخش ايه بعض الكولايدز. يبقى احنا اتكلمنا عن المونيتورنج، اتكلمنا عن الفلويد ثيرابي، هنتكلم على البلاد والبلاد برودكتس وده هتكون في البطنه وهتكون في الفيزيولوجي سنين تاني. هنا الار بي سيز هو البلاد وحده البلاد بيبقى فيها 350 الى 400 مني. بيبقى فيه فريش فروزن بلازما رايت بريسبيتيت. لازم يبقى فيه اي بي او كاتابول بليت ترانسفيوجن. بلاد ترانسفيوجن از انديكيت انكريز بلاد اوكسجين كاري كاباستي. انا بدي البلاد عشان احسن الاوكسجين كاري كاباستي. الهيموجلوبين والهيماتوكريت بري اوبرتيف انك تحسبها يعني هو طبعا ما يقلش عن 37 لكن لو عيان اسكيوب هارت اولد ايج لازم يبقى على الاقل 10. فالفلو ثيرابي سيمبل ستارت تو ذيس كريستالون ده كان بتدي كريستالون سوليوشن وبعد كده بتدي كوكولويد سوليوشن وبعد كده احتاجنا ندي بلاد يعني ده الترتيب بتاعنا. بالنسبه للدكستروز ما بنديهوش الا اذا كان في هايبوجلايسيميا وديابيتيكريشن او عين قال مده سايت ودخل في الهايبوجلايسيميا. يبقى انا الانديكيشن فور بلاد ترانسفيوجن ان انكريز اوكسجين كارينج كاباسيتي وبالتالي بدي ار بي سيز او باك ار بي سيز. بحاول ريستور بلاد فوليوم وبالتالي افكتيف تيشو برفيوجن. انا عايز اوصل تيشو يبقى في اوكسجين في التيشو. ان انا ما اوصلش اوكسجين في التيشو هيبتدي يستعمل ايه؟ انا روبوت ميتابوليزم يدخلني في اسيدوسيس. ميتابوليك اسيدوسيس. دول ريبليس البلاد كومبوننتس زي البليتلتس كوابيليشن فاكتور يعني بيبقى في دي اي سي او في كوابيلوباسي. لو فضلت اكتب على طول في الاستيرويد او كولويد هيخش دايلوشن كوابيلوباسي دايلوشن كوابيليشن فاكتور. فلازم ادي بليتلت ادي كوابيليشن فاكتور في البلازما او اذر ايه بروتينز بلازما بروتينز. بلاد بيري نيدد فورمينج بلاد لوس في التروما في الجين ادب برودكشن لو في بعض الامراض علاجات بقى بون مارو ديبريشن في بعض الجلسات الهيماليسيس يبقى لازم ادي ايه بلاد اصلح العيان بيفور اوبريشن او انتر اوبر لو العيان في ايمرجنسي. عندنا العيانين نوعين في عيان ايمرجنسي حتى لو عنده مشاكل انا بصلحها انتر اوبر وفي عيان كولد كيسز بري اوبرتيف اسسمنت تتصلح قبل ما تخش لي العمليات. انديكيشن فور ترانسفيوجن على حسب الكلينيكال جادجمنت. جنب عين الكوبريشن دي هيبقى فيها بلاد بص تاني ما محتاجين يبقى معانا ايه بلاد ترانسفيوجن كتير. الهيماتوكريت لو اقل من 20 لو الهيموجلوبين ليفل اكتر من 10 اتس انف كويس ما مش محتاج بلاد ترانسفيوجن. من 7 ل 10 يبقى لو العيان هيقدر يتولريت الانيميا يعني احنا مش بنجري على البلاد ترانسفيوجن لان فيها كومبليكيشنز بنفضل كريستالويد وبعدين نرجع نيجي كولويد. لكن لو اضطرينا بان الهيموجلوبين نزل
انتر اوبر لو انا سحبت عيانا وبعتها المعمل ولقيت الهيموجلوبين بدا ينزل بس العيان كبري شاب مش مشكله مش هستخدم حرام مش اولد ايج ما عندوش سيريبرال فاسكولار ستروك يبقى انا ممكن استحملني سبعه يبقى انا مفيش داعي للتدخل. لكن لو العيان عنده كارديو سبايرات يقدر لي عنده سيريبرال فاسكولار يبقى انا لازم ارجع الهيموجلوبين بتاعه ل 10. لكن اللي اقل من سبعه ده يبقى لازم ايه؟ للبلاد ترانسفيو عشان احسن الاكسجين دليفري تو ذا تيشوز. في عندنا مايت بلاد لوس من 5-10% في توتال بلاد فوليوم مش محتاج مني ريبليسمنت. في مودر بلاد لوس اكثر من 20% بلاد لوس. سيفير بلاد لوس اكثر من 25% وده هيبان لي على كمان بلاد بريشر واليورين كاونت هيبقى في كنترول كده وسيفير. ادي عندنا البور بلاد في ريد بلاد سيلز في جرانيول سيلز في البلازما في البليتلت دي كلها بلاد برودكتس. عندنا البلازما فراكشنيتد برودكتس اللي هي كواجريشن فاكتورز. وفي عندنا فريش فروزن بلازما الكرايوستيت وسوبر نيتر البلازما اللي هي من غير البلازما السوبر نيتر البلازما اللي هي فيها كرايوستيت من غير البلازما. Precautions for blood transfusion. الكلام ده انتوا عارفينه على فكره. الفيزيولوجي اوف ذا In the operating room, proper monitoring of the blood loss. If the blood is required, لازم نعمل طبعا type specific blood وبنفضل لو احنا مش عندنا the proper cross matching ونبدي negative O group أو O group. صار لي تشيك نيم لازم نشوف النيم وحصل اخطاء كثيره جدا ان تدي بلاد ترانسفيوجن في يلو وتلاقي في العين دخل في الهايبرتنشن دخل في الريزم. بنحط وايد بور فينس كانيولا عشان تقدر تمشي لي البلاد وبيبقى لازم طبعا ايه ستاندرد انترافينس فيوجن سيت بيبقى فيه فلتر ستارت ترانسفيوجن سلولي علشان مونيتور الفايتال سيرش عشان لو ديتكت اي تشينجز في الهايبوتنشن في تاكيكارديا في اي ارزم يبقى بتوقف بلاد ترانسفيوجن. لو انا بدي اكتر يونتس كتيره بقى بدي بلاد بروس بدي بلاد كتير افتر تو يونتس جيب كالسيوم وانسولين لان بيبقى في الكيس ده في سترين ممكن يجي في دخلنا سترين توكسيسيتي او يقلل الكالسيوم فانا بدي كالسيوم جلوكونيت. طيب في عندنا اويك بيشن لو انا بعت هيبقى في فيفر في شيفر ده لو عين صاحي بديله البلاد حلو يعني في حصل اميون رياكشن يبقى في فيفر شيفري سويتي وكابل طبعا نتيجه الاستمرار اللي بيحصل الجاز اند باك بين واليوجوريا تاكي كارت هايبوتنشن انا في لاك رياكشن انا ستارت بيشن في الراجل مش صاحي مش هبان هتلاقي في ان اكسبلين ذا هايبوتنشن هتلاقي في تاكي كارت ممكن الريزم ديفيوز بلاد اوزنج هتلاقي الجراح بيشتكي يقول لك انا عمالها في البلاد فيسلز والتيشوز كلها عماله تبوظ بلاد نتيجه للرياكشن فهنا تبتدي تشك في كيس الدم اللي انت معاه هو ده في رياكشن حصل مع البيشن. لو انا حد ماسك بلاد ترانسفيوجن ايه هو اللي ماسك بلاد ترانسفيوجن؟ ريبليسمنت اوف ذا بيشنت استيميتد توتال بلاد فوليوم Store the blood within 24 hours or acute replacement of more than half of the patient estimated total blood volume per hour. That هو تعريف الماس blood transfusion. هذه اللايف ريكومند ريأكشن في عندنا ساينز وسيمبتومز. السيمبتومز هيبقى العين في anxiety في chest pain في pain along the transfusion line نتيجه للرياكشن في respiratory distress shortness of breath back pain headache dizziness. الساينز اللي انت هتشوفها هتلاقي في رايبرز في فيفر في ريستنس هايبوتنشن فول اوف اكثر من 20% سيستوليك بلاد بريشر تلاقي تاكي كارت تلاقي هيموجلوبين يوريا هيموجلوبين ان يوريا بص تلاقي اليورين بقى ايه دي ممكن برضه تبان انترا اوبر اللي انت مركب يورينا نيكاستر تبص تلاقي اليورين بقى لونه احمر يبقى في رياكشن حصل من كيس الدم.
ممكن يبقى ده نتيجه الاكيوت انترا باسكولار هيموليسيس وهو اللي عنده او سيبتك شوك او فلويد اوفرلود، يبقى تفكر في ديفرنشال دايجنوزيس دخلت معانا في الايه في الرياكشن. الكومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن كواجيلوباسي طبعا دي تو دايجنوشن اوف ثرومبوسايتوبينيا تي اي سي اي ار تي اس اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. في اكيوت ريسبيراتوري ستريس سيندروم نتيجه الكومبليكيشن اوف ذا بلاد، لو حصل رياكشن على مستوى الالفيولاي ممكن يحصل اكيوت ريسبيراتوري ستريس سيندروم، يعني بروتينز بتخش جوه الالفيولاي وتسحب ميه فالبطنه دي تزيد. في ميتابوليك ديستربنس هايبر كاليميا نتيجه لوس ديستراكشن اوف ذا ار بي سيز، هايبر كالسيميا ستريت توكسيسيتي اسيدوزيس امبيرد اوكسجين ديليفري ريديوس تو و 3 تراي فوسفوكريسيل، هايبوثيرميا نتيجه لارج فوليوم اوف فلويد ممكن يخش العيان في هايبوثيرميا فوليوم اوفرلود. ميتابوليك الكالوزيس بيكون هيباتيك ميتابوليزم اوف ستريت ستريك اسيد وباي ربنا، دي كلها كومبليكيشن كلام ده انتوا عارفينه في الاسيوت. طب هنعمل ايه؟ اول حاجه تعملها لما تشوف كيس الدم ان انت توقف على طول ستوب بلاد ترانسفيوجن وتدي اكسجين وتدي كريستابوليك. ندي نيترونت دراجز زي الادرينالين والدوبامين عشان يحسن كيدني الديفيوجن ودريم هاي بوتنشن، وتدي كورتيكوستيرويد عشان توقف الرياكشن، مانيتول فلوسامايد عشان تحافظ على الكيدني، دوبامين تو مينتين يورين اوتبوت، اوبزرف سيرم بوتاسيوم ليفل اي سي جي تشينج عشان لو حصل هايبر كاليميا هيبان في الاي سي جي اللي هي بتبقى بي تي وي على حسب بقى هتلاقي ناس الديمارست كان ريزلت ان هايبر كاليميا مونيتور تي اي سي اند فولو بروترومبل اند بارشال ثرومبوبلاستين اند فايبرجن ليفل، اللي حصل تي اي سي هتلاقي ايه؟ ديجريديشن فايبرجن برودكت بلاد فيليور دايجنوز ترانسفيوجن ريأكشن سيند ريجينج بلاد تتبقى الدم ده تحافظ عليه وتبعته تاني للمعمل عشان تشوف فيه ريأكشن ولا لا. حد فهم حاجه؟ انا عارف انها محاضره مبالغه